يا ليتك ويا ليت كل مشاهد ويا ليت نفسي تسمع مني ولا تسمع عني. لو أننا انتظرنا واستمعنا لهذه الكلمة اسمع مني ولا تسمع عني، وكم من أناس قتلناهم بسوء الظن. صحيح. والقرآن الكريم حط منهج جميل قوي. في القرآن الكريم لما اتكلم على ناس تم بتتلقى أو لما بتسمع بلسانها ما بتسمعش بودنها، واتكلم في حادثة الإفك قال إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. هو يا رب حد بيسمع بلسانه؟ آه، اللي ليه غرض وشهوة في أن ينشر الرذيلة والفاحشة عن المؤمنين. لا يدخل الكلام أذنه، لأنه لو دخل على أذنه لمر على عقله فمحص الكلام وتفحص أيعقل أم لا يعقل، لكنه تناقل من فم لفم. ولذلك بحذر كل واحد، لأن ربنا قال إيه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بحذر نفسي وبحذر كل واحد بيسمعني دلوقتي، ان انت بعد ما هتاخد كتابك بيمينك ان شاء الله، وبعد ما تطايرت الصحف، وبعد ما عديت الصراط، اما ان تكون ناج او مخدوش او مقردس زي ما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام. المفروض ان انت عديت الصراط، واخر واحد لما يعدي من الصراط، خلي بالك، اخر واحد لما يعدي من الصراط تسفعه جهنم مره، وتأخذه الخطاطيف أو الكلاليب مرة، وبعد ذلك لما يعد من الصراط يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. آخر واحد، آخر واحد. فتخيلوا، ومع هذا مش هتخش الجنة، إنما يحبس الناس على قنطرة اسمها قنطرة المظالم، بين الصراط وبين الجنة، وربما يحال بينك وبين الجنة لظلمك الناس. ولذلك اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، والظلم فعليه هنا الكفر. يعني ممكن يبقى بكلمة، طبعا يعني قعدت في مجلس مع بعض الناس وقلت كلمة في حق حد طبعا هي ظلم. ده ما تبقى الظلم، ده ممكن تكون خوض في أعراض، ده ممكن تكون شهادة زور، ممكن تكون نميمة، ممكن تكون غيبة. انت عارفة كده قبل ما ابقى سنباتيك كده وغصكم، ايام ما كنت مليان، فكنت تقولوا الشيخ محمد التخين، الكلمة دي كانت تزعلني، لما تزعلني حسبت عليكم امام الله، انتوا اغتبتوني. اذا كان ده الراجل قال للنبي كده، قال له ارايت ان كان فيه، انا ما قلتش حاجه غلط، هو فعلا مليان تخين ومقلبص. طب انت بتتكلم قال في فقد ابسط، اغتبته. قال وان لم يكن فيه، قال فقد. خدي بالك من دي قوي. ولذلك احنا النهارده على موعد مع امنا صفيه، اللي هي في الترتيب بين زوجات النبي رقم كام بقى؟ رقم 10. تمام. رقم كام؟ نطينا. 10. احنا بنقول في الترتيب بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا فضل. يعني في سؤال بس، وانت بتتكلم ابسط حاجه، يعني لما حد بيقول فلان التخين مثلا، او فلان القصير، او في الاوبئه، او يعني بيقول له اي صفه ممكن تكون موجوده فيه، بتضحك على انا لسه ما قلتش حاجه. طب قولي. ودي حاجه ممكن تكون بسيطه، واحنا بنتكلم اهو عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيده صفيه رضي الله عنها وارضاها والعلاقه الزوجيه، فما بالك الزوج؟ انت اكيد متوقع سؤالي عشان كده عمال تضحك. الزوج اللي ممكن يكون بيضايق زوجته ببعض الكلمات، فيها بقى مش فيها؟ هذا زوج لا نخوه فيه ولا رجوله. وهديكي مثال جميل قوي، ده اللي بضحك عليه. اتفضل. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مع ستنا صفيه، خدي بالك بالجمال، وانت هتخلينا ننط بسرعه، بس وفي مرض الموت بتاع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، سيده صفيه واقفه في وسط النساء اللي هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانحنت على رسول الله وقالت يا ليت الذي بك بي، يا ريت اللي فيك يجي فيا. فنساء امهات المؤمنين تغامزنا، فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تمضمضنا. قالوا من اي شيء يا رسول الله؟ قال من تغامزكن بها، عشان انتوا اتغمزتوا ايه بها، والله انها لصادقه. شوفي حضره النبي يعني صلى الله عليه مش وسلم، بتقولها كلمه وخلاص، ابدا، ده هي والله تقصد المعنى انها الحقيقي. لصادقه. شوفي الجبال، شوفي العظمه، ما سابش الكلمه ابدا.
خالص ما عدهاش. وهو ده القرآن الكريم لما خد الميثاق على بني إسرائيل، خد الميثاق إيه؟ اسمع الميثاق كده إيه؟ قبل الصلاة والصوم وقبل الزكاة، اسمعي: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا. شوف الجمال، وقولوا للناس إيه؟ حسنا. والكلمة الطيبة صدقة. وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وفارقهم بابتسامة. الله وتصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة صلى الله عليه وسلم.